السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة مصر الزراعية لزراعة الأسطح. الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم طريقة زراعة الشاي نبات الشاي الأزرق في المنزل. طبعا طريقة زراعته سهلة جدا، أي حد يقدر إن هو يزرعها. لو تتذكروا يا جماعة اللي متابعني هيعرف إن أنا كنت زارع نباتات من البذور يوم 1/3، والنهاردة 15/3 هيتم نقل معظم البذور، مش كل معظم البذور اللي نبتت. طبعا يا جماعة زي ما انتوا شايفين دلوقتي كده انا بجهز لي القصيص مكان علشان ازرعه فيه. كده المكان جهز. الخطوة اللي بعديها اشيل نبات الشاي الازرق من القصيص، اهو كده اهو، واردم عليه وبس كده. هي طبعا التربة تهوت مني سنة، ولكن يعني ربنا يستر. طيب هتقولي انت يعني انا دلوقتي لو سويت دي هتتردم، تمام؟ انا لو سويت دي هتتردم. لا هقولك، لا دلوقتي انا لما دي تكبر هروح رادم، هردم حتة من الساق، فبالتالي الساق هيكبر، بالتالي الساق هيطلع جذور والشجرة هتكبر. فانا هسيبها كده اهو، هسيبها كده، ولما الشجرة تكبر هروح رادم على حتة من الساق، اخلي الساق يطلع جذور زيادة ويكبر شكلها بعد الري. زي ما قلت لكم يا جماعة انا سايب الحروف دي علشان لما النبات يكبر هغطي حتة من الجذع، او هغطي حتة من الساق علشان تطلع جذور اكتر وتكبر اكتر. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس دي ليصلكم كل جديد ان شاء الله. واذا افتنا في كل فيديو زراعة فالدنيا نمت على الزراعة. سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.